بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طالبات وطلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ الفيديو ده بطريقة كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات عفوا، وكذلك هندخل بقى نتطرق إلى طريقة حساب الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية للمركب الكيميائي بطريقة حسابية. وطبعا ده بيمثل الجزء الأخير في الباب الثاني، ماشي. طبعا في جزء تاني نتكلم فيه عن الناتج الفعلي والناتج النظري، بس احنا الأول عاوزين نفهم الصيغة الكيميائية، لأن طبعا المشكلة اللي بتقابل معظم الطلبة طريقة كتابة الصيغ، وكذلك حساب الصيغ الجزيئية والصيغة الأولية. بس الأول لازم نفكرك بطريقة كتابة الرموز، وأنا سايب لك طبعا جدول بيوضح لك رموز أهم العناصر والمجموعات الذرية وتكافؤاتها، لأن أنت من غير حفظك للرموز والتكافؤات هيبقى صعب جدا تكتب أي رمز كيميائي. وبفكرك برضو في خلال هذا الفيديو بطريقة تبديل التكافؤات ورموز بعض المجموعات الذرية الهامة اللي هتستخدمها في شغلك خلال كتابة الصيغ وحساب الصيغ الكيميائية، سواء كانت أولية أو جزيئية. طبعا أحيانا ممكن تجد اشتراك عدة مركبات في نفس الصيغة الأولية، ده هتلاحظه كتير وخصوصا في المركبات الهيدروكربونية أو العضوية. وأحيانا بتكون الصيغة الجزيئية مساوية للصيغة الأولية في بعض المركبات، زي مثلا الميثان CH4 أولية وجزيئية، المية H2O أولية وجزيئية، وهكذا. أهم حاجة بس تتبع القوانين كويس عشان تعرف تحل المسائل، وأنا أجيب لك أنواع كتير وأمثلة كتير خلال هذا الفيديو، وبحل لك بعدة طرق، لأن طبعا معظم الكتب الخارجية كل كتاب حل بطريقة، والله شوف الطريقة الأسهل لك، سواء بقى باستخدام الجداول أو باستخدام الحل العادي البسيط. أهم حاجة في النهاية توصل للحل الصحيح. طبعا في الامتحان النظام الجديد بنجيب لك اختر، ولكن عشان تعرف طبعا تختار الصح لازم في المسائل بالذات تحل المسألة الأول بالخطوات وبالطريقة اللي انت شايفها انها مناسبة بالنسبة لك، وبعد كده تختار الإجابة الصحيحة. على كل حال الفيديو طبعا ده فيديو بسيط وسهل، فانت ممكن تشوفه، وهحاول اسيب لك بعض الاسئله في صندوق الوصف واختبارات للتدريب الالكترونيه. حاول تحل اكبر قدر من الاسئله، وابعد عن الاسئله اللي فيها تعقيد واللي ملهاش علاقه بالكيمياء، اللي بعض الكتب الخارجيه بتحاول تزود فيها العيار شويه. وخليك كده ذكي، انت الكيمياء دلوقتي اهم حاجه في سنه اولى، تخرج وانت حافظ الرموز، بتعرف تكتب معادله مظبوطه موزونه، بتعرف تحل المسائل حسب القوانين المقرره عليك، لان دي تعتبر مقدمه للتحليل الكيميائي الكمي في الثانويه العامه. فتاكد ان منهج سنه اولى ده بالنسبه لك مفيد جدا، وهو اللي يحدد مصيرك في الكيمياء خصوصا وعموما في دخولك علمي او ادبي. مش هطول عليكم، اهم حاجه بس انت ركز كويس وحاول تحفظ الرموز، واي جزء حس ان هو مش فاهمه رجعه تاني وبص عليه في الفيديو. الفيديو صغير مش هياخد منك وقت، يعني هو كبير اصلا 10 دقايق بالكتير او 12 دقيقه. تابع معايا، ولو في عندك اي سؤال ابعته لي سواء في التعليقات او في صندوق الوصف او على مدونه مستر اشرف الهادي الفريده، ده برضو موقع بلوجر سايبهولك وبديك اللينك بتاعه، او على قناة الكيمياء كده في يوتيوب.
ودي كلها حاجات ايه مكمله لمذاكرتك بالورقه والقلم، لان المواد العلميه اهم حاجه تذاكر بايدك بورقه والقلم. المدرس كل وظيفته بس ان هو بي ايه بي بيفسر لك ويعرفك الطريق الصحيح، لكن انت لازم تحل بايدك علشان تكتسب الخبرات. تمام. بتمنى ان انا اكون بقدم ليكم مثلا مجموعه مفيده من المسائل والرموز علشان تواجه بيها دراسة وفهم مقرر الكيمياء هذا العام. وبشكركم شكر كبير، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. شكرا. بشكركم شكر كبير، وبتمنى لكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. شكرا.